بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله رب العالمين حنعطي درس جديد وهو درس توكيد الفعل بالنون. نبدأ بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. بسم الله توكلنا على الله. نبدأ درسا جديدا من دروس النحو وهو توكيد الفعل بالنون. بداية، الفعل الماضي لا يؤكد بالنون، يمتنع التوكيد بالنون مع الفعل الماضي. يبقى أنا عندي فعل ماضي، فعل مضارع، وفعل أمر. الفعل الماضي يمتنع توكيده بالنون مطلقا. طب إزاي أؤكد الفعل الماضي يا شباب؟ بأكده بقد أو لقد. ممكن أقول إيه؟ قد نجح الطالب. قد نجح الطالب ده بالنسبة للفعل الماضي يؤكد بقد. قد يا شباب حرف تحقيق لا محل له من الإعراب، يفيد التوكيد عندما يدخل على الفعل الايه الماضي. او ممكن اقول ايه؟ لقد نجح الطالب. يبقى اذا ما ينفعش اكد الفعل الماضي بالنون مطلقا. طب ازاي اكده؟ بناكده بقد او لقد. وقد حرف ايه؟ حرف تحقيق عندما يدخل على الفعل الماضي يفيد التوكيد، واستخدمنا برضو ايه؟ لقد. طيب رقم 2، فعل الامر. فعل الامر حكم توكيده بالنون. قال لك يجوز توكيد فعل الامر بالنون. يجوز توكيد فعل الامر بالايه؟ بالنون. هقول ايه؟ ذاكر دروسك او ذاكرن. زودت له هنا نون التوكيد الثقيله. نون التوكيد الايه؟ الثقيله. او ذاكر دروسك او ذاكرن دروسك. يبقى الفعل هنا يجوز توكيده بالنون، يعني مرة ممكن أجيب النون وممكن ما أجيبهاش. طب لما أعرف ذاكر فعل أمر مبني على الإيه؟ على السكون. طب ذاكرن الفعل الأمر مبني هنا على إيه؟ مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طب نون التوكيد دي حرف مبني لا محل له من الإعراب، ما بعربوش. يعني نون التوكيد ده حرف ماله؟ ليس له محل من الإيه؟ من الإعراب. يبقى معرب ذاكرن فعل امر مبني على ايه؟ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الاعراب. طيب قال لك الفعل الامر لما اكده بالنون اذا كان معتل الوسط او معتل الاخر برجع الحرف المحذوف. فهقول ايه؟ اجب داعي الله أو أجيبن داعي الله. يبقى رجعت الحرف المحذوف اللي هو الياء. أجب أو أجيبن. طيب قول الحق أو قولن. يبقى رجعت الحرف العلة المحذوف قل. يبقى حرف العلة كان في الوسط، قلنا إيه؟ قولن. أجب أصلها أجيب، فقلنا إيه؟ أجيبن. رجعنا الحرف الإيه؟ حرف العلة المحذوف سواء كان في الوسط أو في الآخر، سواء كان الفعل أجوف أو الفعل ناقص، نعيد الحرف المحذوف. أما أجي أعرب أجيبن، يبقى فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. قولن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون الإيه؟ بنون التوكيد. ونون التوكيد حرف لا محل له من الإيه؟ من الإعراب. ما بيعرفش نهاية. طيب لاحظ أجب وقل فعل أجوف ومعتل الوسط، عند توكيده بالنون نرد الحرف المحذوف. الحرف المحذوف رجعناه تاني. طب عند الإعراب نقول إيه؟ نقول فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب. يبقى إذا كان حرف العلة في الوسط، إذا كان الفعل أجوف نرد الفعل. قل نقول قولن. تبع بيعن. طيب صم أقول إيه؟ صومن. صم أقول صومن. طيب إذا كان الفعل معتل الآخر، معتل الإيه؟ الآخر، زي ما أقول اقضي بالحق أو اقضين. رجعت الحرف المحذوف اللي هو الياء، فبقول اقضي أو اقضين. اقضي فعل امر مبني على حذف حرف الايه؟ العله، وحطيت الكسره لان هنا المحذوف ياء. ف
طب اقضين فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب اسعى او اسعين، ايه اللي حصل هنا؟ اسعى فعل امر مبني على حذف حرف العله الالف وحطيت فتحه لان المحذوف ايه؟ لان المحذوف الف حطيت هنا فتحه. طيب اسعين، اسعين دي فعل ماله؟ اسعين فعل امر مبني على ايه؟ مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. بس انا في اسعين رجعت ايه؟ رجعت الحرف المحذوف ايه؟ رجعت الياء. طيب ادعو او ادعون، ادعو فعل امر مبني على حذف حرف العله وحطيت الضمه لان انا المحذوف هنا ايه؟ واو. او ادعون رجحت الواو تاني يبقى فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون الايه؟ بنون التوكيد. طيب لو انا جبت فعل امر من حرف واحد، في افعال امر يا شباب لما اجيب الفعل امر منه افعال تكون يكون فعل الامر حرف واحد زي الفعل وعى، الامر منه نقوله ايه؟ عي. والفعل وقى، الامر منه قي. والفعل راى، الامر منه ري. والفعل وى، الامر منه اي. والفعل وفى، الامر منه المفروض فيه، نقطه بين فيه، الامر منه نقوله ايه؟ فيه. وفى نقوله ايه؟ فيه. طيب يبقى في افعال امر الامر منها حرف واحد، حرف واحد. طيب اما اكد الافعال دي بالنون، ما الطريقه في التاكيد؟ يعني مثلا عي، برجع الحرف المحذوف اول ايه؟ عي او عين، رجعت هنا الايه؟ الياء. طب قي او قين، قي او قين. تبري او رين. طب ايه او تقولوا ايه؟ تقول ان. طب في تقول ايه؟ فين. يبقى اذا كان فعل امر من حرف واحد برجع برضو الحرف المحذوف، فبقول عي اقول ايه؟ عينا. قي قينا. ري رينا. اي ان. في فينا. ده الفعل الامر الذي يتكون من حرف ايه؟ حرف واحد، والفعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون الايه؟ التوكيد الثقيل. طيب حتى لما اجي اعرب المثال ده اقول ايه؟ ان هند، ان هند. في ناس هتتخدع وتقول ان ده حرف ناسخ، اصلها ايه؟ ده من الفعل وقى، فعل امر مؤكد من نون من الفعل وقى. يبقى هند تعرب هنا ايه؟ تعرب منادى. منادى ماله؟ منادى مبني على الضم. منادى علم، ها مبني على الايه؟ على الضم، علم مفرد مبني على الضم عشان علم ايه؟ عشان علم مفرد. وان هنا فعل امر مؤكد بالنون من الفعل وقى. ايه ان؟ يعني عودي يا هند ايتها المليحه الحسنى. طيب يبقى ان فعل امر جائز التوكيد بالنون، وهند منادى علم مبني على الايه؟ على الضم، لانه علم ايه؟ علم مفرد. علم يا شباب؟ علم مفرد مبني على الايه؟ مبني على الضم. طيب اذن الفعل الامر يجوز توكيده بالنون. يبقى استنتجنا احنا خدناه ده كله ان فعل الامر يا شباب حكم توكيده بالنون جائز وليس واجب ولا ممتنع. هنا حكم الامر فعل الامر يجوز توكيده او عدم توكيده، يبقى جائز يعني. طيب الفعل المضارع له ثلاث حالات، ثلاث حالات، كيف هم؟ نبدا بالحاله الاولى انه يجب توكيده بالنون. امتى المضارع يجب توكيده بالنون؟ اذا تحققت الشروط. ايه هم الشروط الاربع؟ اول شرط ان الفعل يقع في جواب القسم،
الفعل المضارع يقع في جواب الايه؟ القسم. يبقى ده الشرط الاول، ان الفعل المضارع يكون واقعا في جواب القسم. اثنين، ان يكون الفعل المضارع متصلا بلام القسم، متصل بلام الايه؟ القسم. الشرط الثالث، ان يكون الفعل مثبتا. الفعل ايه؟ مثبت. يبقى الشرط الاول ان يكون الفعل المضارع واقعا في جواب الايه؟ واقعا في جواب القسم. اثنين، ان يكون الفعل متصلا باللام. ثلاثه، ان يكون الفعل مثبت. الشرط الرابع، ان يدل على الاستقبال، يعني ما يدلش على الحال، ما يجيبش كلمه الان او كلمه امس. طيب نشوف مثال كده، والله لينتصرن الحق. بقول هنا والله لينتصرن الحق. المثال اللي قدامي ده، والله لينتصرن الحق، تالله لينجحن المتفوق، بالله لأذاكرن دروسي، لعمرك لأحققن إيه؟ الفوز في المباراة. طيب ناخد مثال. المثال الأولاني، والله لينتصرن الحق، أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع ينتصرن، وقع في جواب القسم، أين القسم؟ القسم والله. يبقى إذن الشرط الأول متحقق، أنه وقع في جواب القسم. الشرط الثاني، الفعل متصلا باللام، ينتصرن متصلا بلام الإيه؟ لام القسم، مش لام الأمر، ولام القسم بتبقى مفتوح، لا ينتصرن، اسمها لام الإيه؟ القسم، وهي لام مفتوح. الشرط الثالث، أنه مثبت وليس منفي. الشرط الرابع، أنه دل على الاستقبال، ما جابش كلمة الآن هنا ولا حاجة. طيب تالله لينجحن المتفوق، نفس المثال السابق، كل الشروط تحققت، إذن الفعل هنا واجب التوكيد بالنون. لماذا؟ لأن الشروط كلها متحققة، الشروط متحققة. ما هي هذه الشروط؟ أن الفعل وقع في جواب القسم، أن الفعل مثبت، أن الفعل متصلا بلام الإيه؟ الفعل متصل بلام، يا شباب، بلام القسم. الشرط الرابع، دل على الحال، لم يدل على الحال، دل على المستقبل، إذا دل على الحال لا يعمل، لا يؤكد بالنون. إذا جت كلمة الآن، كلمة الآن لو جت، الفعل لا يؤكد بالإيه؟ من يصبح ممتنع. طيب لما أقول والله، الواو يا شباب بنقول عليها حرف جر، حرف جر، واو القسم حرف جر، تاء القسم حرف جر، باء القسم حرف جر. يبقى أنا عندي حروف من حروف الجر واو القسم. لما أجي أعرف والله، يبقى الواو واو الإيه؟ واو القسم من حروف الجر، ولفظ الجلالة اسم مجرور. طيب تالله، تاء القسم من حروف الجر، ولفظ الجلالة اسم مجرور، بالله الباء هنا باء القسم برضك، ولفظ الجلالة اسم مجرور. أنا عندي كلمة لعمرك، لعمرك، الكلمة دي من القسم برضو، لما أجي أعربها لعمرك، اللام اسمها لام الابتداء، اسمها لام الإيه؟ الابتداء. طب عمرك، عمرك بيقول عليها تعرب مبتدأ، تعرب يا شباب هنا ده قسم، بس أعرب لعمرك تعرب يا شباب، تعرب مبتدأ، تعرب إيه؟ تعرب مبتدأ. يبقى لعمرك أعربها إيه؟ أعربها مبتدأ. طيب لعمرك لأحققن الفوز في المباراة. يبقى إذن إذا تحقق كل الشروط، فإن الفعل يجب توكيده بالنون، الفعل الهون، الفعل المضارع. طيب لما يجيني شوف أمثلة تانية، لما تحققت الشروط، أول شرط وقع الفعل في جواب القسم، الشرط الثاني اتصل الفعل باللام، الشرط الثالث الفعل مثبت، الشرط الرابع دل على الاستقبال، يعني دل على المستقبل. طيب لو احنا قلنا ايه؟ لينجحن المتفوق، لينجحن المتفوق، الفعل هنا ما حكم توكيده بالنون؟ اللام دي اسمها لام القسم، بس القسم هنا محذوف، القسم هنا ايه؟ محذوف، وقع الفعل بجواب القسم، والقسم محذوف تقديره والله،
لينجحن المتفوق. يبقى تقدير القسم هنا ايه؟ تقديره والله. القسم محذوف، تمام كده؟ يجوز ان يحذف القسم، ولكن الفعل هنا واجب، التوكيد بالنون. الفعل هنا يا شباب واجب. ليه؟ والله وقع في جواب القسم. طب القسم فين؟ القسم محذوف، يجوز ان نحذف القسم طالما متصل بلام القسم، وهنا متصل بالفعل، والفعل مثبت ودل على الاستقبال، كل الشروط متحققة ومش منفي. إذن الفعل هنا يجب توكيده بالنون حتى ولو حذف القسم. طيب بستنتج من هنا إيه؟ أستنتج إن الفعل المضارع يجب توكيده بالنون إذا كان جواب للقسم، إذا كان متصلا بلام القسم، أي لم يفصل الفعل عن اللام بفصل، الفعل الذي في اللام عطوه مش مفصول عنها نهائيا، الفعل مثبت دال على الاستقبال، زي ما قوله والله لا يتحققن أمل المجتهد، زي وتالله لأكيدن أصنامكم. يبقى الفعل أكيدن، ده الفعل أكيدن، حكم توكيد بالنون إن واجب التوكيد بالنون. لماذا؟ وقع في جواب القسم ومتصل باللام ومثبت ودل على الاستقبال، زي بالله لأنجحن في الاختبار، نفس الكلام، الفعل هنا يجب توكيده بالنون. يبقى عرفنا الفعل يجب توكيده إذا تحققت الشروط الأربعة. هنا الفعل المضارع يجوز توكيده بالنون. إمتى يجوز توكيده بالنون؟ إذا سبق ما بما يدل على الطلب. يعني الطلب؟ يعني أمر أو نهي أو استفهام أو تمني أو ترجي أو عرض أو تحريض. يعني ايه الكلام ده؟ لو جه قدامه لام الامر، طب ايه الفرق بين لام الامر ولام التوكيد؟ لام الامر مكسوره، اما لام التوكيد مفتوحه. والله لا اذاكرا، هنا لام الايه؟ التوكيد، او لام القسم، لام القسم تكون مفتوحه، اما لام الامر تكون مكسوره. طيب الطلب زي ما اقول ايه؟ لينفق، شايفين اللام مكسورة ازاي؟ لينفق او لينفقن، او لينفقن او لينفق، يجوز ان انا اكده ويجوز ما اكدوش، لان الفعل دل سبق بلام الامر، ولام الامر بتكون مالها؟ بتكون مكسورة، لينفق او لينفقن. طيب طب اذا سبق منه لا تصاحب او لا تصاحبن، لا تصاحب او لا تصاحبن، سبق بايه؟ سبق بلام الايه؟ بلام الناهيه. طيب سبق بلام الامر فلينفق. طب ولو قلت والله لا انفقن، يبقى لام القسم يبقى واجب. اما لينفقن، اللام المكسوره اسمها لام الامر، يبقى هنا ايه؟ يجوز. لا تصاحب او لا تصاحبن للناهيه، يبقى الفعل يجوز توكيده بالنون، يعني ممكن تدخل عليه نون التوكيد او ما تدخلش، فهنا بنقول ايه؟ مسبوق بنا. لما اقول لو سبق باستفهام، لو انا قلت هل تبحث او هل تبحثن او اتبحث او اتبحثن، يعني سبق بهمزه الاستفهام، يبقى الفعل هنا جائز التوكيد بالنون. يعني اتبحث، قلنا الفعل جائز التوكيد بالنون، يجوز توكيده بالنون ويجوز عدم توكيده، لان هنا الفعل سبق باستفهام الهمزه. ممكن اقول هل تبحث او هل تبحثن. اذا سبق بتمني، تمني زي ليت، أم أقول ليت السلام يسود أو يسودن، هنا سبق الفعل المضارع بتمني لوليت. يعني ممكن أقول يسود يسود، المضارع مرفوع بالضمة، أو يسودن، هنا مؤكد بالنون يبقى مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، يبقى في الحالة دي يجوز توكيده بالنون لأنه سبق بتمني. إذا سبق بترجي، لعل خالد يتفوقن أو يتفوق، يبقى يتفوقن او يتفوق، فعل هنا ايه؟ حكم توكيده بالنون جائز. ليه؟ سبق بتمني لكلمه ايه؟ لعل. ممكن ادخل عليه النون او ممكن ما ندخلش عليه النون، الاثنين جائز، فبقول حكم الفعل هنا ايه؟ يجوز توكيده بالنون لانه سبق بترجي، اللي هي كلمه ايه؟ لعل. اذا سبق بعرض، الا تساعد، بعرض عليك، الا تساعد او الا تساعدن، الا تذاكر او الا تذاكرن، ألا تعمل أو ألا تعملن، ألا تكتب أو ألا تكتبن. يبقى إذن الفعل إذا دخلت عليه ألا العرض، فالفعل يجوز
توكيده بالنون أو تساعدن أو تساعده، ألا تساعدن أو ألا تساعده، تساعده مرفوع بالضمة الظاهرة، أما تساعدن مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. إذا سبق بالتحضير، هل تنزلن أو هل تنزل، هل تذاكرن أو هل تذاكر. إذن الحالة الثانية هي حالة أن يجوز الفعل أن يكون مؤكد بنون، وقلنا شرحنا الحالات كلها. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أيمتنع امتناع توكيد الفعل بالنون. الفعل المضارع إمتى يمتنع توكيد بنون الفعل المضارع؟ إذا فقد شرطا من شروط الوجوب، اللي هم إيه؟ شرط من شروط الوجوب أو الجواز حتى كمان. يعني ما أقول إيه؟ يجتهد المؤمن في البحث عن رضا الله، يجتهد المؤمن في البحث عن رضا الله. الفعل يجتهد هنا، هنا ممتنع ليه؟ أول ما فيش قسم، لم يقع في جواب القسم، يعني أول شرط مهم جدا، ولا متصل باللام، ولا يعني مفيش أي لا قدامه قسم ولا متصل باللام، مش جواب قسم، يبقى الفعل هنا إيه؟ حكمه ممتنع، ممتنع التوكيد بنون. ممتنع ليه؟ لأنه لم يسبق بلام القسم ولم يسبق بقسم من أصله. والله لأذاكر دروسي الآن. إيه اللي حصل في الجملة الآن دي؟ هنا دل على إيه؟ على حال. يبقى فقط شرط الاستقبال، لأن الآن تدل على الحال، يبقى فقط شرط الاستقبال، يبقى هنا ممتنع. فقط شرط الإيه؟ الاستقبال. الآن بتدل على الحاضر، وإذا دلت على الحاضر الفعل هنا لا يؤكد بالنون، يبقى ممتنع التوكيد بالنون، لأنه فقد شرط الإيه؟ شرط الاستقبال، ما دلش على المستقبل، يبقى هنا ممتنع. طيب، والله لسوف أذاكر دروسي. إيه اللي حصل هنا؟ سوف جت بين اللام، لام القسم وبين الفعل. لما جت بين اللام وبين الفعل فصلت بينهم، لما تفصل بينهم يبقى الفعل هنا ممتنع التوكيد بالنون، لأن اللام لازم تكون متصلة بالفعل، لابد أن تكون اللام متصلة بالإيه؟ بالفعل. فأقول إيه؟ والله لسوف أذاكر، يبقى الفعل هنا ماله يا شباب؟ ممتنع. ليه ممتنع؟ لأن اللام لم تتصل بالفعل، بل فصلت بين لام القسم وبين الفعل سوف، فهنا إيه؟ فصلنا بينه وبين الفعل بفاصل، يبقى ممتنع التوكيد بالإيه؟ بالنون. والله لن أذاكر، والله لن أذاكر. هنا لما بقول لي لن أذاكر، قبل هنا إيه؟ نفي. الفعل هنا أصبح منفي، فالفعل المنفي لا يؤكد بالنون، يبقى هنا ممتنع التوكيد بالنون، لأن الفعل هنا إيه؟ منفي. يبقى عرفنا إذا فقد الشرط من الشروط الأربعة، يبقى الفعل هنا إيه؟ يمتنع توكيده بالنون إذا فقد أي شرط من الشروط، سواء دل على الحال ممتنع، كان منفي ممتنع، فصلنا بين الفعل وبين اللام القسم بأي فاصل ممتنع، ما فيش جواب قسم أصلا، الفعل مش واقع في جواب القسم، يبقى هنا الفعل إيه؟ ممتنع التوكيد بالنون. طيب، في ملاحظات مهمة جدا جدا. هناك نوعان من النون، في نون التوكيد الثقيلة مشددة مفتوحة، والأخرى نون خفيفة، وقد اجتمعتها في قوله تعالى لا يسجنن، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. دي اسمها نون، اللي في الأولى نون التوكيد الثقيلة، والتانية النون الخفيفة. يبقى أنا عندي كم نون؟ فيه نون ثقيلة واللي احنا شغالين عليها اللي بتؤكد الفعل بالنون، والنون الخفيفة الثانية، ولا يسجنن ولا يكون من الايه؟ من الصاغرين. والمخففة يجوز كتابتها ألف منونة أو نون، يعني ممكن أكتبها ألف أنونها بالألف أو ما أحط نون بس. طيب، هنا يجوز توكيد الفعل المضارع أيضا إذا وقع بعد إما الشرطية، لما أقول إيه؟ قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، استعذ بالله. طيب، هنا إما ينزغنك، الفعل ينزغنك، حكم توكيده بالنون هنا إيه؟ هقول هنا جائز،
ليه يجوز؟ لأنه سبق بإما الشرطية، يبقى الفعل المضارع إذا سبق بإما الشرطية يجوز توكيده بالنون. فإما ترين من البشر أحد، فإما ترين، ترين فعل جائز يجوز توكيده بالنون. ليه؟ لأنه سبق بإما الشرطية، إما الهين الشرطية، يبقى الفعل المضارع إذا سبق بإما الشرطية يجوز توكيده به يا شباب بالنون. طيب عرفنا الحالة الفعل المضارع إذا سبق بإما الشرطية حكمه يجوز توكيده بالنون. طيب اتصال الفعل بنون التوكيد الثقيلة، أي فعل بقى يا شباب؟ الأفعال الخمسة. وأفعال خمسة يعني إيه؟ يعني كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فبقول عليه فعل مضارع. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فبقول فعل من الأفعال الخمسة، زي يكتبون، زي يكتبان، زي تكتبين، بنسموها أفعال يا شباب إيه؟ أفعال خمسة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تسمى الأفعال الخمسة. علامة رفعها ثبوت النون، وعلامة النصب وعلامة الجزم حذف النون. طيب إذا كان الفعل متصل بألف الاثنين، ألف الاثنين، أما أقول مثلا هجيبه مرة فعل أمر، لما أقول أكتبا أنا عايز أكد أكتبا بالنون. لو أنا قلت للطلاب طالبين أكتبا درسكما، لو أردت أكتبا فعل أمر مبني على حذف النون. فأنا كيفية أن أؤكد الفعل بنون هنا ماذا نفعل؟ نضيف نون التوكيد فبقول إيه؟ أكتباني، بس بزود عليها إيه؟ شدة وكسرة. الشدة تبقى شدة مكسورة، هي أصلا نون مشددة بس تكون مشددة بكسر. أكتباني بشدة، شدة بإيه؟ بكسرة. يبقى إذن إعلام حول إعلاماني، افهم حقول في افهم ايه؟ افهماني، افهماني شدة مع ايه؟ مع كسرة. وهقول فعل امر مبني على حذف النون، مبني على حذف الايه؟ النون. طيب اما اقول والله لا يكتباني الطالبان، انا عايز اكد يكتبان، ايه اللي هيحصل؟ اول خطوة بحذف النون، أحذف النون بتاعت مين؟ بتاعت الفعل، نون الفعل الأفعال الخمسة هحذفها. حلو قوي. وبزود إيه؟ وبحط نون التوكيد وخلاها مشددة بكسر، لا يكتباني. هل تسمع؟ هقول إيه؟ هل تسمعاني، هل تسمعاني. طب لما أجي واحد يقول لي يا مستر طب أنا هعرف تسمعاني إزاي؟ هعرف تسمعاني إزاي؟ هو متصل به نون التوكيد، هقول فعل مبني ولا ايه بالظبط؟ اما اجي اعرب تسمعاني هعربها ازاي؟ اقول فعل مضارع هنا مرفوع ولا منصوب يا شباب ولا مبني؟ مرفوع. ازاي مستر؟ بثبوت، بثبوت مين؟ النون المحذوفه، النون الهين المحذوفة. أنا حذفت النون بتاعت الأفعال الخمسة، يبقى فعل مضارع ماله؟ مرفوع بثبوت النون المحذوفة. مرفوع بثبوت الإيه؟ بثبوت النون المحذوفة. تسمعاني، يبقى ما جعرب تسمعاني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة. هنا لا يكتباني برضو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة. مش هقول مبني. طيب الفعل المضارع المتصل بواو الجماعة، خدنا الأفعال الخمسة إذا كان متصل بألف الاثنين، هنقول دلوقتي الفعل إذا كان متصلا بواو الجماعة. طيب إذا كان مضموم الحرف الذي قبلها، يعني إيه؟ الفعل اللي قبل واو الجماعة مضموم، بعمل إيه؟ بحذف حرف الواو.
وبحذف الياء عشان لعدم التقاء ايه ساكنين. طيب ازاي الكلام ده؟ اجيب مثال كده عشان تفهموه. اما اقول والله عندي الفعل يكتبون، الفعل عندي هنا اسمه ايه؟ يكتبون. الفعل هنا من الافعال الخمسه ومتصل بواو الجماعه، والحرف اللي قبل الواو عليه ضمه يكتبون. فانا هقول هنا ايه؟ والله لتكتبن. ايه اللي حصل هنا؟ انا حذفت النون. اني نون حذفت، حذفت النون. اني نون يا شباب النون بتاعت الافعال الخمسه، نون الفعل. وايه تاني؟ والواو، واو الجماعه برضو حذفتها، وحذفت واو الايه؟ واو الجماعه. واو الجماعه اتحذفت، ايوه. يبقى انا حذفت حاجتين اتنين، واو الجماعه ونون الفعل. فبقول ايه؟ والله لتكتبن، وحطيت ضمه على الباء اللي هي كانت قبل الواو، كان اصلها تكتبون، حذفت واو الايه؟ واو الجماعه، وتحرك الحرف اللي قبل النون بضمه لتكتب بو بن. طب لما اجي اعرب تكتبن، هو فعل هنا مبني ولا فعل معرب ولا ايه حكايته؟ تكتبن هنا لما اجي اعربه، هل هو مبني لتصرف نون التوكيد ولا مرفوع بثبوت النون المحذوفه؟ هنقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفه. هقول فعل مضارع ماله؟ مضارع ماله مرفوع، مضارع ماله مضارع مرفوع، مرفوع بايه؟ مرفوع بثبوت النون المحذوفة. مرفوع بيا شباب؟ بثبوت النون الهين المحذوفة، من حذفتها النون المحذوفة بتاعة الفعل، نون علامة الرفع. يبقى أنا لما أقول لتكتبن مش هقول فعل مبني، ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة. لو أنا قلت مثلا تكتبين، هنا متصل بها المخاطبة، تكتبين الفعل متصل بها المخاطبة. طب لما أكده بالنون، أول حاجة هحذف النون بتاعة الفعل، تمام، وححذف ياء المخاطبة، هحذف حاجتين اتنين، نون الفعل وياء المخاطبة، وححرك الباء بكسر، هقول ايه؟ والله لتكتبن، لتكتبن. طب تسمعين؟ والله لتسمعن. تكتبين؟ تكتبن. والله لتفهمين؟ هقول ايه؟ تفهمن. اذا كان متصلا بياء المخاطبة، نحذف ياء المخاطبة مع النون ونقول والله لتكتبن، والله لتسمعن، إذا كان متصل بياء الايه؟ المخاطبة. طيب ولما اجي اعربه هقول برضو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة، مش مبني. بقول فعل مضارع ماله يا شباب؟ مرفوع بثبوت النون المحذوفة. طب لو كان قدامها فتحة، الفعل قدامه الواو دي قدامها فتحة والياء قدامها فتحة، بعمل ايه؟ زي ما قولي تخشون، الفعل تخشون، تخشون هنا واو الجماعة قدامها فتحة مش قدامها ضمة، تخشون. بعمل ايه؟ تبقى الواو، الواو مش هحذفها بس بشيل النون، بحذف النون دي بتاعة الفعل علامة الرفع، واقول ايه؟ تخشون، تخشون. هنا فاقول فعل ايه؟ لما اجي على تخشون هقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة، مش هقول فعل مبني هنا برضو، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة. طيب لانه فعل ايه؟ اصل من الافعال الخمسه. طب ترضي، هقول ايه؟ الياء، الياء قبلها كسره او قبلها فتحه، ترضى. والله لترضين، بسيب الياء زي ما هي، والله لايه؟ لترضين بالحق، ما بحذفش الياء لانه قبلها قدامها فتحه، والله لترضين بالحق. فبعرف ترضين
أو الفعل ماله يا شباب؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة، لأن هنا أصلا من الأفعال الخمسة، ويعرب الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون يا شباب المحذوفة. المضارع المجزوم بحذف حرف العلة، أو الأمر المبني على حذف حرف العلة بنعمل إيه؟ قلنا المعلومة دي قبل كده، نرد الحرف المحذوف عند اتصاله بنون التوكيد. إزاي الكلام ده؟ ادعو، فبقول إيه؟ ادعون، ادعونا، يبقى أنا رجعت الإيه؟ ادعونا، رجعت الواو الإيه؟ المحذوفة. أمر أهو، لعلك تقضي أو تقضينا، رجعت الياء المحذوفة إذا كان فعل أمر أو مضارع. أمر أو مضارع أنا برجع الياء المحذوفة، إن دل على طلب، تقضينا رجعت الياء المحذوفة إذا كان مضارع مجزوم بحذف حرف الإيه؟ العلة، أو كان أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب ملاحظة تانية رائعة، لو قال لي مثلا الفعل المضارع إذا كان متصل بنون النسوة، لو أنا قلت الطالبات يذاكرن، الطالبات يذاكرن، وعايز أأكد يذاكرن الفعل بالنون هنا، أنا عندي كده نون النسوة والفعل مضارع مبني على السكون لاتصال بالنسوة، الطالبات يذاكرن، أنا عايز أأكدها بالنون، هقول والله لا يذاكرنن الطالبات. إيه اللي حصل هنا؟ والله بيقول لي هنا حاجة، أنا بحذف ما أقدرش أحذف نون النسوة هنا خالص، أنا بزود حاجة اسمها الألف الفارقة، هزود ألف فارقة عشان تفرق لي بين نون النسوة ونون التوكيد، دي ألف إيه؟ فارقة، تفرق بين نون الإيه؟ نون النسوة ونون الإيه؟ ونون التوكيد. فبقول يذاكر النان، طب هنا بس المفروض تتحرك بإيه؟ بشدة وإيه؟ وكسرة، يذاكر النان برضه شدة وكسرة. طب لو جبت فعل أمر ذاكر النان، إيه اللي هيحصل؟ والله أنا زودت ألف فارقة، ألف إيه؟ ألف اسمها الألف الفارقة، فرقت لي بين إيه يا شباب؟ فرقت لي بين نون النسوة ونون التوكيد. أنا عندي أيتها البنات ذاكرنا دروسكن، فأنا عايز أأكدها بنون، هقول إيه؟ ذاكرنن دروسكن، زودت نون التوكيد بس أنا فرقت بينهم يا شباب بنون بألف اسمها الألف الإيه؟ الألف الفارقة، فرقت لي بالنون النسوة وبالنون التوكيد، اكتبنا اكتب النان، افهمنا افهم النان، اعملنا اعمل النان، يبقى أنا زودت إيه؟ ألف فارقة بالنون النسوة وبالنون التوكيد، والفعل هنا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لأن نون النسوة سبقت نون التوكيد، لما أجي عليه بقول إيه؟ فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة جت الأول قبل نون الإيه؟ التوكيد، يذاكر النان فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة لأنها سبقت نون التوكيد. شوف بعض التدريبات كده على الدرس. قال تعالى: تالله لأكيدن أصنامكم، أصنامكم تعرف هنا إيه؟ هيكيد إيه؟ هيكيد الأصنام، يبقى تعرف هنا الشباب مفعول إيه؟ به. طب أنا لو قلت لأكيدن الفعل هنا ما حكم توكيده بالنون؟ كل الشروط متحققة، يبقى الفعل هنا واجب التوكيد بالنون. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك الفعل هنا مؤكد بالنون ولا جائز ولا ممتنع؟ هنا يعطيك، فصلنا بين اللام وبين الفعل بسوف، يبقى الفعل هنا ممتنع التوكيد يا شباب بالايه؟ ممتنع التوكيد بالنون. طيب يعطيك ده يعطي، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمه الايه؟ ولسوف يعطيك،
مرفوع بالضمة الايه؟ الظاهرة ولا المقدرة؟ المقدرة. فالمضارع مرفوع بالضمة الايه؟ المقدرة. فلنأتينك قصائد ولا يدفعن جيش إليك قوادم الأكوار. طبعا عايز الفعل هنا فلنأتينك ولا يدفعن. لو قلت ولا يدفعن لا يدفعن، هنا الفعل حكم توكيد بالنون جريئه، هنا واجب لأنه متصل باللام ودل على استقبال ومثبت، يبقى كل الشروط محققه. فإن الفعل ماله ولا شباب فعل ماله واجب التوكيد بالنون، ده اللي يخصني في هذا الايه أمر. جملة مما يلي ممتنع توكيدها بالنون: احرصن على صداقة المخلص، وتالله لأكيدن أصنامكم، اسعين في الخير، والله لأذاكر دروسي الآن. أنا جملة ممتنع توكيدها بالنون يا شباب؟ الجملة ده ليه؟ عشان أنا عندي كلمة الآن، كلمة الآن هنا دلت على ليه؟ على الحاضر، لم تدل على المستقبل، فالفعل هنا ممتنع التوكيد بالنون. جملة مما يلي يجب توكيدها بالنون، جملة واحدة بدنا بس يجب توكيدها: والله لسوف أذاكر دروسي. هنا في سوف بين الفعل وبين اللام يبقى ممتنع. والله لا أهمل، الفعل هنا منفي يبقى ممتنع. والله لن أذاكر، الفعل برضه هنا منفي ممتنع. وتالله لأضربنك، يبقى هنا الفعل واجب لأن كل الشروط محققة، فرقم د هو الواجب التوكيد بالنون. لينفقن القادر في سبيل الله. لينفقن القادر في سبيل الله، من الأولانية مفتوحة. لينفقن القادر في سبيل الله، الثانية لينفقن القادر. يا شباب هنا جملة جميلة قوي، لينفقن وهنا لينفقن. اللام هنا مفتوحة يبقى لام القسم، يبقى الفعل هنا واجب التوكيد بالنون. طب الثانية لينفقن، اللام مكسورة يبقى لام الأمر يبقى جائز، يبقى الإجابة الأولى، الأولى واجب والثانية جائز. لا تصاحبن الأشرار، حكم توكيد الفعل بالنون هنا. الجملة الأولى لا تصاحبن، الجملة الثانية أتبحثن، الأولى نهي والثانية استفهام، يبقى الاثنين إيه؟ جائز. جائز. ليت السلام يسودن العالم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هنا حكم توكيد الفعل بالنون. ليت قدامها تمني، ليت السلام يسودن، الفعل يسودن هنا مسبوق بتمني يعني بطلب، يبقى جائز. ولا تحسبن لأن هي يبقى جائز، يبقى الاثنين جائز، التوكيد بالايه؟ بالنون. هل تمنن بوعد، هل تمنن سبب توكيد الفعل هنا، سبب توكيده بالنون هنا، يعني هو جائز التوكيد هنا مش واجب، لأنه في جواب القسم ولا سبق بأداة تحضير ولا دل على الاستقبال ولا سبق برجاء. هل هنا بتدل يا شباب على الايه؟ على التحضير، يبقى الفعل هنا جائز التوكيد بالنون. بيقول لي هنا قالت فطيمة حل شعرك مدحه، أفبعد كندة تمدحن قبيلة. سبب توكيد الفعل بالنون يا شباب، أفبعد كندة تمدحن. هنا جواب قسم ولا سبق بتحضير ولا سبق باستفهام ولا سبق بتمني؟ بتقول له أفبعد، يبقى استفهام، يبقى الفعل هنا تمدحن ده جائز التوكيد بالنون لأنه سبق باستفهام. بقول لي لتدعو إلى الخير، عند توكيد الفعل بالنون هرجع الحرف المحذوف، هتقول إيه؟ أول واحدة لتدعون إلى الخير، لتدعين إلى الخير، لتدعون إلى الخير، إلى الخيرة، لتدعون إلى الخير. حاطط لك هنا ضمة وحاطط هنا إيه؟ فتحة. يبقى الإجابة الصح هنا ألف، تدعون إلى الخير، لأن هنا المفروض يبقى هنا كسرة، هنا حاطط فتحة وهنا حاطط ضمة بعد الاسم المجرور. طبعا الإجابة الصحيحة هي الأولى.
لتهدي إلى البر. عند توكيده بالنون يقول إيه؟ بلقى الحرف المحذوف أو ليه؟ لتهدين إلى البر. طبعاً غلط. تهدين تهدونا عشان ما ينفعش تهدونا إن أصلها ياء. طب هنا لتهدين إلى البر هي ده الصح. إنما ده الخطأ إنه كاتب البر وجيم خطأ عشان كاتب البر. يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي إيه؟ باء لتهدين إلى البر. أعتقد حل كتير جدا. لتسعى إلى النجاح لما أكده بالنون حول إيه؟ لتسعى إلى النجاح ده لام الأمر. لام الأمر بقول لتسعى حول إيه؟ بلقى الحرف المحذوف حول إيه؟ لتسعين إلى النجاح. تسعين إلى النجاح. طيب كده الحمد لله حلنا كتير جدا، أمثلة كتير جدا على الدرس. لو قلت مثلا والله لأقرأ الآن، هنا الفعل حكم توكيد بالنون، والله قد لقد يسهل العالم، هنا جاب كلمة الآن، يبقى دل على الإيه؟ على الحاضر، ما دلش على الاستقبال. والجملة الثانية قال لقد يسهل، فصل بين الفعل وبين الفعل بكلمة قد، ما ينفعش إن أنا هنا إيه؟ أأكد بالنون، يبقى ممتنع، في الحالتين يبقى شباب إيه؟ ممتنع، إنه فصل بين الفعل وبين اللام بفاصل، وهنا دل على الحاضر، يبقى الفعل هنا إيه؟ ممتنع. التوكيد بالنون. والله سيفلح المجد برضو هنا ممتنع لان مفيش لام، لا توجد لام الايه، لام القسم، الفعل هنا مبتدا. والله لسوف يفلح ايضا الفعل هنا برضو ايه، ممتنع بالنون، ممتنع التوكيد بالنون. لا تهملن واجبا، ليتك تتلفتنا الى نفسك، حكم توكيد الفعل بالنون في الاولى لا تهملن نهي، يبقى جائز. ليتك تتلفتنا هنا جائز، الاثنين جائز، دي دلت على طلب ودلت على طلب. اعتقد ان حلنا اسئله كتير جدا على الدرس وطبقنا كتير جدا، والحمد لله اعتقد الدرس اصبح بالنسبه لكم سهل، وقلنا فيه معلومات جديده جدا ومعلومات هامه. لما قلنا الافعال الخمسه وقلنا ازاي اكدها بالنون، والفعل المتصل بنون النسوه ازاي اكده بالنون. ارجو من الله عز وجل سبحانه وتعالى ان نكون قد امتعناكم في هذه الحصه، وتكون استفدت استفاده كبيره من هذا الدرس. إن شاء الله لنا لقاء أو لقاءات قادمة إن شاء الله في دروس أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.